لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء 28 من محرم لعام 1437 للهجرة، الموافق 10 من نوفمبر لعام 2015 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور مساء أمس الاثنين أن انحياز الحزب للدولة دائما، مشيرا إلى أن اختيار الاستقرار هو الخيار الاستراتيجي للحزب، وأن الحزب دائم التحذير من خيار الفوضى. وأوضح رئيس النور أن الحزب لا يريد الاستحواذ أو الإقصاء، مشددا على أنه لا بد من التعاون مع الجميع لبناء دولة مصرية عصرية حديثة تلبي طموحات المصريين وتحقق آمالهم في حياة كريمة. يبحث أحمد الشريف النائب البرلماني عن حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب عن حلول لمشكلة توقف محطة كيلو 40 لمياه الشرب التي تغذي حي عامرية أول وثاني ومدينة برج العرب، مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية المهندس أحمد جابر والمهندس جويد علي رئيس قطاع غرب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية. قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام إننا نستطيع بنفس إمكاناتنا المادية الحالية معالجة آثار كارثتي سقوط الطائرة الروسية في سيناء والسيول التي ضربت محافظات الإسكندرية والبحيرة، وتعدي ذلك إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع غيرهما في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يستلزم رسم خريطة أزمات تشمل كل مدن مصر وتركز على كل بؤرة خطر تحمل تهديدا مباشرا مميتا على النفس البشرية. أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية أمس أن النور سيتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ضد كل من خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وأسماء مصطفى ودندراوي الهواري الصحفيين بالجريدة. وأوضح مرزوق أن جريدة اليوم السابع نشرت تحقيقا بعنوان خطة الإخوان والنور لإثارة الفتنة الطائفية من شبرا إلى الصعيد، مؤكدا أن هذه الافتراءات تمثل جرائم يعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات، تتمثل في تكدير السلم الاجتماعي وإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة الطائفية. أكدت منظمة Human Rights Watch أن أكثر من 400 ألف طفل سوري يواجهون مشاكل كبرى في مواصلة التعليم في تركيا ولا يذهبون إلى المدارس، وحذرت من أن جيلا من الأطفال السوريين عرضة للخطر. قال مصدر عسكري يمني اليوم الثلاثاء إن السودان أرسل قوات إضافية قوامها 400 جندي إلى اليمن، وذلك لدعم قوات الشرعية والممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في دحر الحوثيين وقوات صالح. أعلن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي على هامش انعقاد قمة الدول العربية واللاتينية في الرياض أن دول أمريكا الجنوبية دائما ما كانت تؤيد القضايا العربية، مشيرا إلى أن إيران تسعى لإقامة علاقات مع هذه الدول لضعف موقفها الدولي لأنه لا يوجد لديها أصدقاء عدد من دول العالم. وأضاف الجبير في تصريح لقناة العربية الإخبارية أن تقارب الدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية سيزيد من عزلة إيران في العالم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار الملك خالد في الرياض، حيث كان في استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز استعدادا للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. أكد الدكتور أحمد الخطيب الخبير في الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية دخول مصر مرحلة الخطر الاستراتيجي بالنسبة لمخزون القمح، موضحا أن الحكومة ارتكبت 3 أخطاء خلال موسم التوريد الماضي المنتهي 30 يونيو الماضي، مما تسبب في خسارة الدولة مليارات الجنيهات. أعلن السفير عادل الألفي قنصل مصر بجدة إصابة 40 من العمال الزراعيين المصريين في حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم من مدينة ضبا إلى ميناء تبوك بالأمس تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن. أعلنت وزارة الخارجية المصرية إلقاء السلطات الأردنية القبض على أحد الجنات في حادث طعن 2 من المواطنين المصريين بالأردن.
قررت نيابة بندر الفيوم مساء أمس الاثنين حبس مالك قطعة الأرض الفضاء بمنطقة باب الوداع بحي الصوفي في مدينة الفيوم وسائق اللودر المتهمين بالتسبب في انهيار عقارين صباح أمس 4 أيام على ذمة التحقيقات. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 2.3% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر السابق عليه ليسجل 176.2 نقطة مقابل 172.2 نقطة خلال سبتمبر. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن التقرير النهائي الذي تلقته من المستشفى التخصصي بالإسماعيلية التابع لجامعة قناة السويس يؤكد إصابة الدكتورة داليا محرز بالتهاب سحائي صديدي غير وبائي الذي أدى لوفاتها. أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار أحمد السعدني رسميا فوز سامح عاشور بمقعد نقيب المحامين بعد حصوله على 22987 صوتا بفارق نحو 7500 صوت عن أقرب منافسيه. تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي: جسد واحد، سيول مصر 2015، فضيلة الشيخ أحمد فريد. باب المبذرين من سلسلة الأدب المفرد، فضيلة الشيخ ياسر برهامي. العبادة في الشتاء، الشيخ محمود عبد الحميد. المحاضرتان 10 و11 من سلسلة كتاب التفسير من صحيح البخاري، الشيخ سعيد السواح. أحكام الشفعة من سلسلة كتاب البيوع من الملخص الفقهي، الشيخ سعيد محمود. 10 مفاسد للتبرج من سلسلة في رحاب اليوم الآخر، الشيخ إيهاب الشريف. من أول سورة الأحقاف إلى الآية 30 من سورة الذاريات من سلسلة المصحف المعلم، الشيخ حسن سعيد السكندري. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تفسير سورة الحاقة، الدكتور مصطفى عبد الرحمن رحمه الله. تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي: ما نحن فيه والمخرج منه، كتبه علي حاتم. توجيهات ورسائل، كتبه أحمد حمدي. آق شمس الدين ودوره في فتح القسطنطينية، كتبه زين العابدين كامل. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي: حكم تسليم السلعة المبيعة في المسجد دون قبض ثمنها. حكم قضاء النوافل مجموعة في آخر اليوم لمن نسيها أو شغل عنها. مقولة غدا يحلها 1000 حلال. حكم توصية من في سياق الموت بتوصيل السلام إلى بعض الأموات. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.